8 دكتوراه في العلوم الظاهرية و9 في الباطنية، خرجت أجيال من العلماء وقدمت للبشرية اختراعات ملهاش عدد، مدير أول متحف في العالم يضم عباقرة التاريخ الحديث، إزاي ما تعرفش أنا مين؟ أيوة يعني أنت الدكتور فرغلي بالروس؟ تاني؟ طيب حلو، استلم. إيه ده؟ قريبك؟ أنت غلطان، أنا ماليش قرايب، وخصوصا بالشكل ده. الأوراق عندي بتقول غير كده، أنت تبقى ابن عم جوز أخت جدته من ناحية ماما، أهله توفوا ووزارة الشؤون بتكلفك برعايته. نعم، مش ممكن ده يحصل أبدا. حصل. لا 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 لا، أنا ما أقدرش أخده يا شيء أنت، أنا عبقري والعباقرة ما ينفعش محيط أفكارهم يتلوث بحاجات زي دي. شوف وشه عامل إزاي. هو شكله غريب فعلا، بس دي مشكلتك تحلها مع نفسك، لو ما التزمتش الوزارة هتسحب منك تراخيص المرور والحماية الشرطية و... بس انت طريقتك منرفزاني اكتر من الورطة دي، ومطالب بتقرير شهري يأكد رعايتك ليه. باي. اهلا يا جدو. انت تسكت خالص. انت بتدرس ايه؟ ولا حاجة يا جدو، سبت المدرسة من سنة كده لما اهلي توفوا، وبيني وبينك مش جايبة همها، اهو نعيش مع بعض اونسك وخلاص. و اولا انا مش جدو، ثانيا الدراسة اهم من الهوى اللي بتتنفسه، ما ينفعش قريبي يبقى مش متعلم، ثالثا وده الاهم محدش بيعيش معايا، انا كائن متركب انه يعيش لوحده، انت هتعيش هنا في المتحف. دكتور فرغلي، ايه ده؟ ده حاجة ملناش دعوة بيها. نعم. كنت بسأل حضرتك عملت ايه في الطلب بتاعي؟ مرفوض لعاشر مرة، قسم الرؤوس محدش يخشه الا لما انا اقول. جدو مين دي؟ دي الانسة ناني شؤون، هتروح لها علشان تخلص ورقك لحد ما اشوف لك شغلانة. ورقه؟ هو الواد ده معانا؟ ما اسموش واد. مش مهم يا جدو. ما اسميش جدو. ايه؟ مين مزعلك يا دكتور؟ ما اسميش دكتور، قصدي ما فيش يا سيادة البيعة تريس، اتفضل. يا دكتور انا مقدر سرية القسم ده، بس لازم حد يتعين فيه حتى لو فراش، والا الادارة هتعمل مشكلة، ومين احسن مني عشان. انت صح يا فايق، انت تعرف تشتغل فراش؟ نعم. هتسكن في القسم وتنظفه وتحرسه، محدش يدخل ولا يخرج، فاهم؟ انتهى. هو ده مش متحف، قصده ايه بيخرج دي؟ انت ما تعرفش؟ ايه عفاريت؟ انت كده خوفتني يا جدع. انت وانت لسه شفت خوف. ها؟ مين؟ هو ده متحف ولا مشرحة؟ مشرحة مشرحة، أي حاجة بالنسبة لي هتكون كويسة. نسبة نسبة، مين النسبة؟ أنا سمعت حد جاب سيرتي. يا نهار مش ألفط، انت مين يا عم انت؟ جاهل، انا ألبرت أينشتاين، ازاي ما تعرفنيش؟ صح، انا خدتك في اعدادي. خدتني ازاي يعني؟ انا اتولدت هنا وهموت هنا. لا صحيح، انا ما اتولدتش هنا وما اعرفش انا جيت هنا ازاي، بس مش مهم، المهم اني موجود هنا او هناك، دي حاجة نسبية. معاك كبريت يا ابني؟ لا. عندك يا منكوش، شاء عمري كله هيضيع لو ولعت البتاع ده. فعلا، هو انتوا كام واحد؟ يوم ما تعدش. انت عايش بسببي يا عبقار انت. انت كده شتمته يعني؟ بالنسبة لي انا شتيمة، انا اكتر من عبقري. وانت زعلان ليه انت كمان؟ انت مين؟ انا توماس ميدلي جونيور،
أنا اللي اخترعت الفريون أساس التبريد، ولولاه ما كانتش دماغنا احنا الاتنين عايشة جوا الأزايز دي، والبي ده هيبوظها لو ولع البايب. أساس تبريد؟ مكبر انت الموضوع قوي، عاوز تعمل فيها صاحب إنجاز وخلاص. اختراعي ده من أهم الحاجات اللي حصلت في تاريخ البشرية. أنا مش فاهم أي حاجة. شكلك مش شاطر في مذاكرتك عشان تفهم. ده بالنسبة لك، أنا مثلا سقطت في الرياضيات وأنا صغير، وبقيت من أهم الفيزيائيين لما كبرت. ما تتسرعش. ده اللي انت فالح فيه، كل كلمتين تحط بينهم كلمة نسبة. نظريتي وبفتخر بيها. اسمها نظرية من غير تطبيق. مين قال؟ نظريتي أثبتت إن للضوء سرعة ثابتة، وحسبتها عرفت الثقوب السوداء ووصلت للنسبية الكونية اللي خلتنا نكتشف عالم الفضاء. وفضاء ليه؟ إحنا كنا يعني خلصنا كل اكتشافات الأرض. فعلا الأرض أصلي كان ناقصها كتير قبل التبريد. مش التبريد بس، الفريون استبدل كل المبردات السامة في المضخات الحرارية والتلاجات، والأهم في اختراع بخاخات استنشاق الربو، يعني أرواح ناس عاشت بسببي. بس بسببه خرمت الأوزون، وبسببه خدت وسام بيركن سنة 1937. 1937؟ ده انتوا عواجيز قوي على كده. أنا مواليد 1879. عجوز. أنا 1889. وانت؟ ها؟ 1890 مثلاً. وانت خدت ايه يا مستر اينشتاين؟ كتير، نوبل في الفيزياء، ميدالية ماكس بلانك، وسام بنجامين فرانكلين، قلادة ويليام هنري نيكولز، قلادة بريسلي، وميت براءة اختراع، معظمها مضرة للبيئة. بلاش انت يا بتاع الانشطار النووي. انا قلت انه مش هينفع. ودي نفع وعملوا القنبلة النووية. سيبك منه، ده راجل بتاع فلوس كان ماسك جنرال موتورز. سبتها سنة 25. عفوك منها عشان ما كانش عندك مهارات إدارية، مش عشان قاعد بتخترع مثلا. بس انتوا بتتخانقوا ليه؟ انتوا الاتنين عملتوا حاجات كويسة، بس اكيد يعني التاريخ مش واقف عليكم. مين قال؟ دي شكلها كده هتبقى قلب الدماغ.